صدور قرار المنع من السفر بالسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما. نو واي يا طارق، انت قربها، يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا، وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا، انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا حوديك جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا كده. ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب بيه، شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دوري هانم. اهلا وسهلا، اتفضل. عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دورية هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجع. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليكي. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ يروحوا باص يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني.
انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمستي بتقطعني اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي اصلك انت وحشني حتى وانت حاضني قوي اول مره احس بلفه اول مره احب قوي يا اللي همي معاك اتنسى انت احساسك مدرسه يا اللي همي معاك اتنسى انت احساسك مدرسه نفسي اتعلم الشوق منك وافهم تلميذه كويسه انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمستي بتقطع ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه الله وهي شايفاك ما تردش عليه لا اصلها بتقفش لما ما بردش قفشت فيها عقربه ده ايه قله المزاج دي هات شغل الزفت ده ماشي ده سوك سوك الو الو هتكلم يا ابراهيم بقول لك ايه كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه اسالهم فين طب بقول لك يا سوكا انا في طلعه كده ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك اوعى تهبل في الكلام صاحب لصاحبه يا سوكا ليه يا حول لا ولا قوه الا بالله هو فين ربنا يجعلك لفعل الخير فعل الخير بحاول يا سوكا بحاول ادعي لي ماشي يا ابن عم يلا بالسلام بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل لو احتاج نقل دم باتصل بيا طيب سلام بس يا كوريا استني قال لك ايه قال لك ايه قال لك ايه حاضر يا كوريا حاضر عليا ده في مشكله ايه هي المشكله يا اخويا اتفضل بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت بس هو قال لي ان هو جاي انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام صاحبي بقى انا عارفه حاول لا قوه الا بالله العظيم ماشي قلت مزاجنا إلهي إيه اللي مزاجها البعيدة مش يلا ولا إيه يلا